يا صباح الخير على الوي او مساء الخير على حسب تشوف الفيديو الجامد ده. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا موجودين في مكان فيه صواعق كهرباء، ربنا يستر، عشان بيجري ورانا عنكبوت يا شباب الي او روبوت. ايه ده البطه دي؟ وات البطه دي جت تسلم عليا؟ ابو علي ابص دي ببص ايه ورايا نحله عشان باكل العسل بتاعه. خطفت النحله معايا. خطفت النحله يا ابني؟ كده هتخش النار يا ابني، حرام عليك. انت راح تاكل العسل وتخطف النحله كمان؟ ابو علي طبعا عشان بص لحد عسل جدا. انا دب طبعا. امال انت فاكر ده اكل ايه؟ طيب كل العسل بس ما تخطفش النحله. انت اول شبكه تاخد لايك بس سابت شبكه الساعه بتكب. بص الغبي ده كمان جاي لي بقى يا شباب، حاطط لي منبه فوق راسه. انت واد يا فرخه يا نوب، قوم لحسين الساعه دي تقع على راسه. قوم يا نوب. انت اول شبكه تاخدت يا حبيبي بس الساعه كام؟ الساعه كام؟ الساعه 12 لسه بدري. قوم يا واد. طيب تعمل شبكه. انت رحت تجيب الساعه دي منين؟ وبعدين في حد يشيل ساعه كده لحسين؟ ادي لك بنيه في وشك. انت اول شبكه قدامك يا حبيبي ما تشيلش فيها مش كتير. اه والله هم مالهم كتروا كده ليه يا شباب؟ إيه طيب ماشي خلاص. المفروض دلوقتي يا شباب احنا طبعا، انا بص ورايا بطه في داري شايفين؟ هندخل دلوقتي للعنكبوت وهنشوفه. ليتس جو. او انا ممكن ادخل هنا كده في الانفنتوري نشوف اي حاجه طيب نلبسها كده. بصوا يا شباب ليتس جو. لبست بص حاجه في دار. ايه ده؟ انا لبست ايه يا شباب؟ لبست عربيه. عربيه اللي هي طبعا المكنسه الكهربائيه شايفينها؟ اللي هي بص بتقص الزرع في الجنينه. اه والله. او اللي هي بص بتنضف البيت وكده. وادي فرخه. يلا دلوقتي جاهزين عشان ندخل للعنكبوت. اوكي يا شباب دلوقتي جمعنا بصوا جيش الالويه وكمان جيش الفراخ اهم. بصوا طبعا معانا عيال كتير. يلا بينا دلوقتي عشان هندخل بسرعه نلعب مع بعض. هنا في 2 من 15. يلا عيال تعالوا ليتس جو. طبعا يا شباب انا بقول لهم دلوقتي بصوا بنصح العيال اللي معايا. بصوا كاتب لهم ايه؟ او خليني اكتب لهم كده تاني. قايل لهم اضغطوا ايه لما الوحش يجري وراكم عشان ما تموتوا. عشان بصوا يا شباب نعمل كده ونستخبى طبعا من الوحش لان هيجري ورانا عنكبوت الي. اوه ده قد البوابه. اهو العنكبوت يا شباب. طبعا العنكبوت ده بيتغير. بص بيمشي ازاي من فوق كده. عنكبوت يا شباب دلوقتي الي هيجري ورانا عباره عن روبوت. يا حبيبك ايه مش هيموت ده اوي؟ رمود ايه؟ بقول لك روبوت. هو يا ابني مش هيموت ده اوي يا ابني. مش رمود اسمه عنكبوت روبوت. يا حبيبك الروبوت مش هيتحول عنكبوت. رمود ايه اللي اتحول؟ اسكت يا واد اسكت يا واد. بص يا شباب دلوقتي داخلين على المكان. اوه يلا افتح. دخلنا اهو طبعا كلنا داخلين. بصوا جيش العلويه جيش الفراخ. بصوا كلنا داخلين. واو ايه المكان الجامد ده؟ ابو علي انا متحمس جدا. المكان ده اسكت فيه ايه ده؟ البوابه دي مين اللي قفلها يا ابو علي؟ اتقفلت لوحدها. اما نشوف. بص يا علويه مكتوب ايه؟ انتوا يا اطفال المفروض ما تكونش هنا. اوكي هو انتوا فاكرين نفسكم ان انتوا هتقدروا تخشوا المكان ده وخلاص؟ بص الواد ده بيقول له ايه؟ انا كنت فاكر ان المكان ده مفيش حد ساكن فيه. الواد بيقول له كده طبعا. انت ما شاء الله ما تشوفني. بص الراجل بيقول ايه يا شباب؟ بيقول هو المكان ده باين عليه انه فاضي بس طبعا هو مش فاضي. اوكي بص بيقول ايه؟ بيقول انتوا هتكونوا الوجبه بتاعتي القادمه. يا لهوي احنا وقعنا. ايه يا ابو علي؟ وانا عشان ضربت النحله وخطفتها انا كانت خطفت. يا لهوي شفت بقى زعبول؟ عشان لما بتعمل شر انت كمان بص بيحصل لك شر. اه والله يا ابو علي بس خطفت النحله فرد خطفته. يا حبيبك يا حفي في مطعم ولا ايه؟ مطعم ايه يا غبي انت؟ احنا مش في مطعم احنا في معمل. بس دلوقتي يا شباب احنا فين؟ احنا في المعمل ده عشان دلوقتي بيقول لنا هتحاولوا تعيشوا وكمان بيقول لنا علويه انتوا هتقابلوا واحد من اجمل الحاجات بتاعتي اللي انا صنعتها. ايه هو ده بقى يا شباب؟ شوفوا مع بعض. وطبعا بيقول لنا في عندكم تحديات. عندنا هنا جنريتور. الجنريتور ده بيقول لنا عشان طبعا تشغلوه لازم تجمعوا له الحاجات عشان يفتح لكم الباب اللي تقدروا تهربوا منه. ليتس جو. بيقول لنا طبعا تقدروا تصلحوا الجنريتور بالجيرز اللي هي طبعا الترس ده. اوكي ودلوقتي يا شباب احنا المفروض نجمع الترس. وبيقول لنا ما تفتكروش ان هو سهل. اوه يا لهوي بص العنكبوت. دلوقتي بيقول للعنكبوت ايه؟ اقتلهم كلهم. يا حبيبك احنا دلوقتي هنموت ولا ايه؟ مش عارف يا شباب المفروض دلوقتي نركز. بص اهم حاجه نضغط ايه؟ طبعا لازم اكتب لهم يا شباب طبعا عشان عادي بتنسى. نعمل لهم كده طبعا. اضغطوا ايه لما الوحش يجري وراكم عشان ما تموتوا. المفروض دلوقتي ان احنا نجري. تعالى يا زعبوله معايا. ابو علي تعالى مش لوحدي. تعالى يا واد زعبوله يلا ورايا بسرعه. ليتس جو. وصل لي اول ترس يا شباب. اوكي خدت اول ترس. انت ما شجبتوا معايا يا حبيبي. حركات الفرخه برده مع واحد. انا همشي كده يا شباب بقى ونشوف المكان اللي احنا فيه ده عباره عن. اوه بص لقيت ترس كمان. تعالى يا زعبوله. لقيت واحد هنا وفي واحد هنا. اوكي انا هجمع ده كده يبقى معايا 2. بصوا يا شباب المكان اللي هنحط فيه التروس هو اللي هناك ده اللي منور بالكهرباء. اوه يا شباب يا لوي في واحد بصوا مات اسمه مصطفى وكتب ان مصطفى مات. طبعا ده ما سمعش كلامي. قلت له المفروض تضغط ايه لما الوحش يجي لك. بصوا في ترسايه البنت خدته. هنروح بقى نودي التروس دي في المكان اللي هو عند الكهرباء هناك ده. ابو علي انت لقيت كام واحد؟ انا لقيت 2. بصوا مكتوب عندي 2. اوكي خلينا ندخل هنا كده يمين عشان نروح نوصلهم. انت اول شويه يا حبيبي. اوكي وانا كمان هوصلهم هنا.
بنبص يا شباب دلوقتي هنحطهم هنا كده في الجنريتور. طبعا دلوقتي مجمعين 15 ترس. زعبول انت بتعمل ايه؟ طب علي انا هقعد هنا بص معدي في التروس عشان بص جيش الفراخ ممكن يسرقنا. بص الواد ده طلع له ايه يا شباب؟ طلع له بص اللي هو المهرج ده فوق دماغه. انا طالع لي المكنسه سبحان الله. ايه ده ليه لبس المكنسه؟ استنى كده يا شباب انا عايز اجيب البطه. ايوه البطه احسن يا شباب والله. بصوا البطه كده شكلها لطيف. ليتس جو دلوقتي بقى نطلع ندور على البتاع ده. انت ابو مش جبتها ولا ايه؟ حركات بص جاب البطه برضه. ليتس جو دلوقتي في ترس اهو. انت ابو مش جبتها ولا ايه؟ حركات الفرخه بصوا ماشي بالساعه. سيب الواد ترس. بص الواد ماشي يسرق التروس. هو انت يا حبيبي حركات يا نوب. احنا كده اعتقد مجمعينهم. الوحش لو جالي دلوقتي الشباب هنتعمل كفته. تعالى امشي كده. اوه انا سامع صوت الوحش هنا ولا ايه؟ اه لقيت ترس كمان. ليتس جو ليتس جو. اعتقد ده الاخير. اوكي جمعت اتنين كده. احنا خلاص يا شباب جمعناهم. حركات بصوا معايا تلاته وانا معايا اتنين دلوقتي. يلا ولا فرخه انت ما بصش حطيتهم يا حبيبي. حركات حطهم. انا دلوقتي راح احط الترس الاخير اللي معايا ده وكده نكون كسبنا. ليتس جو حطيناهم. بصوا دلوقتي على الويب. تحذير من الجنريتور. بصوا الانوار بتنور وتطفي. أبو علي هو اللي يحصل دلوقتي. اوكي بنشوف الباب اتفتح. الجنريتور اهو احنا شغلناه. اوكي الراجل راح فين؟ اوه بصوا العنكبوت. العنكبوت اهو يا شباب. هو ده طبعا العنكبوت الالي. احنا هزمناه دلوقتي. هيتغير العنكبوت اعتقد عشان احنا دلوقتي هزمناه. المفروض الراجل هيجيب لنا حاجه بقى. ايه هو صانعها اقوى؟ اوه بيقول لنا بصوا لوك وات يو ديد. انت عملت ايه؟ بيقول لنا انت خليت الجنريتور يجيب ايرور مشكله. وكمان بيقول انا هديكم الفلاش لايت عشان تشوفوا الاضاءه وكده عشان النور طفى خلاص. اوه بصوا يا شباب دلوقتي يعني احنا هنمشي ومفيش اضاءه خالص. وكمان خد بالك عشان دلوقتي يا شباب هيعمل لنا اللي هو الحاجات اللي هي بتاعت العنكبوت على الارض اللي هو خيط العنكبوت. ايه يا ابو علي كل ده وكمان مفيش نور؟ ما هو ادينا كشافات يا زعبول. شفت احنا دلوقتي هنروح نجيب الكشاف. كل واحد يجي ياخد كشاف يا شباب. انا اخد كشاف. عايز اخد واحد تاني بس عشان البطاريه خلصت يبقى معانا اتنين. انت بس واحد بس ولا ايه؟ لا لا افرض البطاريه خلصت انا عايز واحد كمان. طب علي وانت فاكر نفسك في محل بتشتري. يلا بينا. اوكي نمسك الكشاف كده يا شباب عشان انا مش شايف حاجه. بصوا في هنا بوابه. نفتح كده البوابه. البوابه فين يا لو احنا مش شايفين حاجه يا شباب؟ البوابه الناحيه التانيه اصلا. وانا احول ماشي الناحيه التانيه. اوكي بص الواد ده معاه ايه يا شباب؟ معاه فيه. ليتس جو ليتس جو. في هنا طبعا التروس احنا مش عايزين. اوه دوس كده بعلي. دوس يا عيال. اوه انا خايف لحس الوحش يجي والله اللي هو العنكبوت ده. ابو علي انت عامل كده ليه يا بط؟ ما احنا فعلا بط. الوحش يا زعبول لما بيجي لازم ندوس ايه؟ هنمشي كده الناحيه التانيه عشان بيقول لنا لازم تجمع 25 لمبه عشان ترجعوا الكهرباء تاني. اوه الوحش جاي الوحش جاي. لما بيحصل كده على الواد باللون الاحمر يبقى الوحش جاي. لازم نجمع ال 25 لمبه دول. بصوا خيط العنكبوت اهو. اول خيط عنكبوت. الواد حركات الفرخه هنا. اوكي انا همشي بقى. اوه يا لهوي الواد اتمسك في خيط العنكبوت. هيتاكل ده يا شباب. المفروض ان احنا ما نتمسكش من خيط العنكبوت خالص. اوكي خلينا نبص كده عشان طبعا يا شباب الوحش. اوه لقيت لمبه. ابو علي انا ماشي في الضلمه عاوز واحد يجي يدور لي. هو انت مش معاك كشاف يا زعبله؟ انا معايا بس بص ضعيف جدا. بص يا شباب اللي جاي يقعد جنبي ده بالمورج بتاعه. يلا واد قوم خلاص. قوم يا ابو علي بسرعه كده. ايوه عشان نجمع بقى ايه اللمبات. انا معايا دلوقتي اتنين. انت ما بتش معايا بتش خمسه. اوكي حركه يا لوي. النور بص باللون الاحمر يا شباب. ممكن العنكبوت يجي. خلينا نيجي هنا. هنحط بصوا بقى اللمبات دلوقتي اهو. يلا ابو علي حطها كده في الجنريتور. اه ولا ده الجنريتور القديم؟ ده القديم صحيح. اوكي لازم نروح للجنريتور الجديد. بصوا الناحيه الثانيه اهو اللي هو بتاع اللمبات. هنروح له. اوكي عدي كده. وده زعبول انت معاك كام لمبه؟ ابو علي وانا عد ولا ايه وانا فاضي؟ اوكي العنكبوت اهو. انا بص وطيت على طول. في هنا لمبه كمان. وادي زعبول لازم تعرف انت معاك كام لمبه؟ ابو علي مش فاضي معانا بدل ما اموت من العنكبوت اسكت بقى خلينا نركز. اوكي انا معايا دلوقتي اربع لمبات. المفروض اروح الناحيه الثانيه. ابو علي بص معايا ثلاثه. اوكي بصوا هنا برضو في لمبات بس خيط عنكبوت يا شباب. بصوا لو انا لمست خيط العنكبوت ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل لي. ممكن العنكبوت يجي ويموتني. ودوس كده بعلي اهو العنكبوت. بصوا كان فوق دماغي كان هيموتني انا والواد ده والله. يا نهار زفت يا شباب. ابو علي طبعا ايه داس بسرعه ايه عشان ما نموتش. ابو علي بص والله انا خايف لحظه العنكبوت يجي يبص يموتني كده. انت بص العنكبوت بص شبابيك حاجه. انت بص جبان جبان. اوكي الدول كمان بوم. ابو علي لوحده مجمع تسع لمبات يا شباب. انا لازم اروح اوديهم بسرعه. اوكي ابو علي دلوقتي بيتسحب عشان بصوا يا شباب خيط العنكبوت موجود في كل حته. لو لبسنا والله هيموت. اوه العنكبوت جاي العنكبوت جاي. دوس كده ابو علي ايه. لما بنمشي طبعا بيعرف الخطوات بتاعتنا فين. في هنا بص لمبه عند خيط العنكبوت. اوه دي صعبه يا شباب ان احنا ناخدها. يا لهوي كنت هموت من خيط العنكبوت. انت مش هتلمبات مش اللي معاك. اوكي جاي جاي. في لمبه كمان. اوه العنكبوت جاي منين؟ إيه؟ انا خايف. في لمبه هنا كمان. ابو علي لوحده بص مجمع كام لمبه يا شباب. انا مجمع 10 لمبات لوحدي. ابو علي انت فين؟ العنكبوت كان قدامي.
انا عايز اروح للفلاش لايت. ايوه الغرفه. اوه انا سامع صوت العنكبوت وهو ماشي. المفروض يا شباب ان انا اروح للغرفه دي عشان نحط اللمبات ايوه مكان اللمبات. ليتس جو كده. بصوا يا شباب هحط العشرة اللي موجودين معايا هنا. امسك ابو علي كده اللمبات. اوكي حطيناهم كلهم. بصوا ناقص لنا اتنين لمبتين بس كده ونكسب. ابو علي ابو جبت لمبه. فين زعبول؟ ادخل يا زعبول حطها. طيب لمبه كل ده وجايب لمبه. ابو علي مش احسن ما تمشي ولا ايه؟ كده بص بقى 24 ناس واحده بس. اوكي برافو عليك. بصراحه اللمبه اللي انت جبتها ده يا زعبول مش عارف اقول لك ايه والله. ايه ابو علي تدور ايه ده بقى؟ يعني انت كل ده يا زعبول لو جايب لمبه بس؟ ده انا جايب 10 يا شباب، جايب 10 لوحدي. اوه حطينا دلوقتي الواحده الاخيره. بص دلوقتي قدرنا ان احنا نرجع الجنريتور يشتغل وهنشوف. بص الراجل هيكلمنا. اوكي بص بيقول لنا ما كنتش فاكر ان انتوا هتقدروا تعيشوا. بصوا طبعا بيقول لنا انا شلت كل خيوط العنكبوت اللي كانت على الارض دلوقتي ما فيش قلق ان انتوا طبعا. ايه يا لاوي العنكبوت بصوا مات. اوكي ده هيجيب لنا اتنين منهم، اتنين عنكبوت دلوقتي. انا معايا واحده بتعدلني على واحده عشان يجيب لنا التاني. اوكي بصوا يا شباب دلوقتي المفروض ان احنا نجمع بطاريات عشان طبعا دلوقتي نقدر نعيش ونشغل الجنريتور. لازم نجمع بطاريات. بعد ما جمعنا الحاجات الثانيه المره دي هيكون بطاريات، بس مش هيكون عنكبوت واحد، هيكون في اتنين عنكبوت. فركزوا بصوا العنكبوت اهو. يا لو اجروا بسرعه اجروا بسرعه، انتوا واقفين ليه؟ اجروا يا عيال بدل ما يشتغل. اجري يا زعبوله. ابو علي استنى طب خدني معاك. تعالى تعالى يا زعبوله ورايا هنا كده. هنجمع البطاريات دلوقتي يا شباب. وبصوا الواد معاه عربيه. اوكي لازقوا لازقوا. انا مش عارف اتنين عنكبوت يا شباب دلوقتي يعملوا فينا ايه بصراحه، لان الموضوع بقى صعب. ابو علي المشكله انك خايف. طب ما احنا خايفين احنا كمان. تعالى بس ورايا كده. المفروض دلوقتي نجمع 15 بطاريه. انت يا بص يا جماعه ماشي تيه حركه الفرخه لقيت اتنين. انا مش لاقي ولا بطاريه، البطاريات مسروقه كلها. هتلاقي العيال دي كلها تليفوناتها فاصله شحن اصلا، وسرقت البطاريات حطيتها في التليفونات. يا ابو علي ده يا ابو علي انت فاكر البطاريات بتشتغل على التليفون مش هتشتغل طبعا، ممكن تشتغل في اللابتوب. لابتوب ايه بس انت ماشي ورايا تهزر. اقول لك يا ابو علي تعالى تعالى يا دوب انت. في بطاريه هناك كمان الواد خدها اهو كان شنوشه. ليتس جو يلا بينا. المفروض دلوقتي يا شباب هنروح نرجع البطاريه. طبعا ده بصوا خلاص اتعمل له فيكس ده واشتغل. اوكي العنكبوت جاي. العيال داخله جوه يا عيال مش هنا. هنمشي الناحيه الثانيه بسرعه عشان نروح للمكان الثاني. ليتس جو. ابو علي مش كده دلوقتي ده مش عارف اروح فين. تعالى بس ورايا انت مش ورايا عشان لو العنكبوت جه يموتك انت ويسيبني. هو اضغط ايه اضغط ايه. زعبولة بصوا ده اهو ضاغط ورايا والواد برضه كمان. بصوا العنكبوت يا شباب مش الناحيه دي. يلا زعبولة يا لوي العنكبوت بص سريع جدا. انا همشي كده بقى بسرعه اروح اضغط ايه كمان. العنكبوت بصوا جنبنا. امشي كده امشي بسرعه 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 اضغط ايه كمان. يا لوي يا شباب ده بيمشي جنبنا والله. ابو علي بيت خايف جدا. اوكي نجي هنا تاني. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اضغط ايه كده ابو علي. وادي حركه الفرخه انت فين؟ انت ما بتسيبني متاكد عشان بتشوف الكابوت. يا لوي العنكبوت هنا. بص راح فين؟ دوس ايه يا واد يا زعبوله؟ العنكبوت بص في الغرفه اللي احنا بنحط فيها البطاريه. المرات اللي فاتت طبعا العنكبوت ما كانش بيقدر يدخل هنا، المره دي دخل موت العيال جوه اصلا. بص حطيت البطاريه اهو. خلينا نضغط ايه عشان ممكن اموت. بص يا شباب احنا بص عاملين زي السحليه طبعا المتدحرجه. ايه ده زعبوله جري كده ليه؟ ما حط معايا البطاريات كلها. ايه ده انت جمعت كام بطاريه يا واد؟ انت يا بص يا جماعه بص كله والله. اوكي برافو احنا جمعنا البطاريات يا شباب ليتس جو. بص بيقول لنا ايه؟ الصوت دلوقتي عالي. اوكي وات نو 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 وات از هابينج. بص هو كاتب كده وايه اللي بيحصل؟ دمرنا العنكبوت وكهربناه. بص كاتب ايه؟ نو ماي بيوتيفول كرييشن ليتس جو. طبعا احنا دمرنا دلوقتي الحاجات الجميله اللي هو كان صانعها بالنسبه له هو طبعا العناكب الشريره، وقدرنا نهرب كلنا. برافو يا عيال. طبعا دلوقتي يا شباب قدرنا ان احنا نهرب. ليتس جو. ايه ده؟ ده جاب لنا عنكبوت تاني بيقول للعناكب ما تخليهمش يهربوا. انت يا بص يا جبشاع لازم نجري بقى العنكبوت هياكلنا. يا لوي يا لوي بص اشمعنى حركات الاول يعني؟ انت يا بص يا زعيم. زعيم مين يا فرخه؟ اوه اجري كده زعبوله. ايه ده ابو علي يا لوي بيجري ورانا والله. هو مين اللي بيجري ورانا؟ يا لوي ده العنكبوت ايه ده؟ ده سابقني. الحمد لله العنكبوت اللي سابقني ما موتنيش. ايه ده ابو علي ازاي يعني سابك وما موتكش؟ باحتراف يا حبيبي ما لمسنيش، هو مش شايفني اصلا عشان انا صغير. انت يا بص ولا بص بسابه. هو ما يجد على الاحتراف يا شباب. بص طبعا العنكبوت مشي وانا واقف هنا فرحان ليتس جو. بس لازم امشي طبعا يا شباب اعتقد عشان انا بص رجله ما لمستنيش او بقه. لو رجله او بقه كانوا لمسوني يا شباب كان هيموتني. ابو علي بص وراك كده انا وراك على فكره. ايه ده؟ زعبوله وات؟ امال حركه الفرخه فين؟ ابو علي حركات بص مسابقه. اوه طب وحركات ازاي يا شباب؟ هو الواد حركات مسابق العنكبوت يعني ولسه ماتشي؟ هو انت يا حبيبي عشان بص ولا بص جنبي بص هيموت والله. اوكي على فكره احنا سبناه يعدي وبعد كده ما موتناش. ليتس جو اهو العنكبوت الاخير المتحول الشرير هو العنكبوت ده يا شباب. يا لوي اوه
العنكبوت مات في الاخر. يلا يا نوب عايز تموت معلي واصحابه، ده احنا نكسر. يلا يا شباب بسرعه، جيش الفراخ جيش العلبه بسرعه، كلنا كسبنا. بص على راسه، بص دلوقتي ايه يا شباب اللي مكتوب؟ بيقول انا شايفكم انتوا هربتوا ورحت على المصعد اللي هو طبعا الاسانسير. بيقول انا لسه هوريكم، طبعا انا هكشف على مكان السلاح السري بتاعي. اعتقد هيبقى في جزء تاني، لان هو جه بيقول لنا انا هكشف على السلاح بتاعي اللي هو السري ده. اكيد في جزء تاني كده. فعلا هو في كده يا شباب جزء تاني. هنرجع للوبي. طيب رجعنا للوبي يا شباب، دلوقتي بقى عايزين نعمل ايه؟ هنفتح ايه بقى، حبه صناديق كده نشوف الصناديق دي هتطلع لنا. بصوا في صندوق ب 500، صندوق ب 500، ليتس جو. خلينا نفتح صندوق كده يا شباب نشوف هيطلع لنا ايه. اوه بس طلع لي ايه؟ المهرج اللي كان مع الواد، ليتس جو. هو طبعا يا شباب البتاع اللي طلع لنا اللي هو المهرج ده، ليتس جو، اللي هو طبعا كان مع العيال. يابي بص الاحتراف. لسه معايا فلوس على فكره، تعالوا نجرب كده شويه صناديق كمان. طبعا عندنا نوعين من الصناديق، الصندوق الازرق اللي هو ده، والصندوق اللي هو طبعا ده المسك. وبصوا انا هفتح ده يا شباب، بيطلع لي حاجات اجمد. هفتح المسك، افتح كده ابو علي، ليتس جو، ما نشوف هطلع ايه. يبي طلع ايه ده؟ طلع لي النحله اللي زعبوله سريعه في الاخر، ولا روبوت؟ طلع لي روبوت يا شباب. ثانيه كده ما نشوف الروبوت ده ايه. اوكي انا هاجي هنا ابو علي، بص طلع لي ايه. انا بصوا بقى يا شباب دلوقتي معايا روبوت. اعمل كده ابو علي، بص الروبوت بتاعي، ليتس جو، وادي حركات الفرخه. انت اول ما شفت ماتش مواجهه يا حبيبي، وبص حركات الدوب. ابو علي انا معاك قطار زعبوله، بص حاطط قطر والله. انت اول ما تشوف لا ماتش مواجهه فوق تليفون. طب ثواني ثواني عشان مش معايا رصيد، بس ثانيه كده حركه فرخه. ثانيه النمره كانت ايه يا شباب؟ النمره بتاعت الجيش 3 2. انت واد انت معاك رصيد؟ انت ما شاء الله ما تخلصش يا حبيبي، حركه فرخه يا دوب. اوكي انا معايا طبعا ثاني فلوس، هفتح صناديق كمان. ليتس جو، هنفتح الصناديق يا شباب مع بعض ونشوف هيطلع علينا ايه. ليتس جو، افتح افتح. بص العيال طبعا واقفه ايه، شايف الصندوق بتاعي بيتفتح. يلا بسرعه بسرعه بسرعه، طلع لي القطار بتاعك يا زعبوله. ايه يا ابو علي انت بتقلدني ليه؟ بص القطار يا شباب هو ده طبعا، شايفين كده معايا قطار كمان. ممكن نقوم برضو ونجرب صندوق كمان. طب عايز الصندوق اللي تحت اللي هو فيه المسك ده احسن على فكره. ايوه اللي هو اللي احنا بنفتحه البامبا ده يا شباب، فيه حاجات حلوه. اوكي بص طلع لي ايه، طلع لي بص الطبل، بص حركات الفرقه. انت ما بتش معايا مش تامله ولا ايه؟ حركات معاه اللي هو بص الدرمز ده بتاع الحفلات وكده. ثانيه انا جالي برضو هو، بص يا شباب نفس اللي معاه حركات بالظبط، طبله وطبله. ايه يا ابو علي وانت بتقلدني لو حركات؟ انا معايا كل حاجه معاكم. بص يا شباب جامده. اوكي هنقوم تاني كده، نيجي برضه عند الشوب ونحاول نفتح صندوق كمان، اخر صندوق طبعا عشان مش معايا فلوس. هنشوف هيطلع لنا ايه كده. بوم، طلع لي حاجه حلوه بليز، طلع لي المنبه اللي مع حركات. انت هو مش كده مش بتريد ولا ايه؟ حركات الفرخه ده حظ. بص طلع لي المنبه اللي كان مع حركات في البدايه. اوكي يا شباب اكتبوا لي هو ايه احسن حاجه بقى، القطر ولا المنبه ولا الحاجات دي؟ طبعا ايه احسن حاجه منهم يعني انتوا شايفينها حلوه عشان نبقى عارفين. انا عايز اشيل طبعا المنبه والبس القطار، بصراحه عايز اجرب القطار شكله حلو. يا سلام كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. عندكم الحلقه لايك واشترك في القناه، وكمان يا علمة تنسوش تكتبوا في الكومنتات انتوا قدرتوا تكسبوا ولا لا. هي دي اللعبه عامه، روحوا العبوا وجربوها، قولوا رايكم. نشوفكم بكره في حلقه تانيه جديده. سلام.